اشترك في قناة الساحر وقم بتفعيل الجرس لمتابعة كل جديد أولا بأول. نصائح لاختيار الزوج المناسب. إن رحلة البحث عن الرجل الذي ستشاركيه الحياة مغامرة جدية ومصيرية، فهي ستحدد ما إن كنت ستهنئين أم ستكون حياتك صعبة المعيشة. ليس من السهل أبداً تحقيق الاختيار الصحيح، إن كل الاختيارات متاحة أمامك قبل الزواج، أما بعده فالمسألة تصعب بشكل كبير. ما الذي عليك فعله أو الانتباه إليه من أجل أن تصلي إلى الاختيار الصحيح؟ هل يكفي أن تعتمدي على الحب من أجل أن تقولي هذا من أحب وهذا من أريد أن أكمل باقي عمري معه؟ نستعرض هنا في هذا الفيديو أفضل 15 نصيحة يقدمها لك خبراء العلاقات الزوجية ليكون اختيارك للزوج هو الأمثل. أولاً، أجيبي عن سؤال ماذا أريد؟ حدد الصفات التي ترغبين بها بعد التفكير جيداً وبكل صدق، وقومي بتسجيل هذه الخصال في قائمة جانبية. ثانياً، تأكدي من أنك مرتاحة وطبيعية جداً قبل زواجك من شريك الحياة، وابحثي عن ذلك الرجل الذي تكونين معه أبعد ما يكون عن التصنع والذي يتقبلك بكل صفاتك كما أنت، بحيث تكوني برفقته مرتاحة في التعبير عن مشاعرك وأفكارك وآرائك دون انتظار رد الفعل العنيف أو الخوف من ذلك. ثالثاً، لتكن أهدافك في الحياة واضحة، ما الذي تريدين إنجازه؟ ثم اسألي نفسك، هل سيقوم بدعمي ومساعدتي في سبيل تحقيق أحلامي الشخصية؟ يجب أن يكون زوجك هو الشخص الأكثر دعماً لك والأفضل سعياً من أجل تطويرك ونموك الشخصي. رابعاً، كوني على ثقة من أن من قمت باختياره يمتلك حقاً الرغبة بالزواج. ببساطة، لا تترددي في سؤاله عن أهدافه في الحياة، ولا تؤجلي أبداً سؤاله عن الزواج إن كان من ضمن أهدافه أم لا. حاوريه جدياً لتعلمي رأيه، ولا تضيعي وقتك في انتظار أن يتخذ القرار بالزواج بعد حين. المهم أن يكون جدياً في موضوع إنشاء الأسرة وتحمل المسؤولية. خامساً، ابحثي عن الرجل الذي يشاركك على الأقل بشيء واحد. واقضي وقتك في تعزيز هذه المشاركة، لتكن لديكما الهواية المتشابهة أو الأسلوب نفسه في قضاء أوقات فراغكما، ليكن مجرد البقاء بقربه أمر يحقق لك السعادة. سادساً، تعرفي على الطرق والاستراتيجيات التي يتبعها في حل الصراعات والخلافات. راقبي أسلوبه في ذلك، وفكري إن كنتما في حالة من الصراع، فهل ستكونان مكملين لبعضكما في حل الخلافات؟ أم ستزداد الأمور سوءاً؟ ليس من المشترط أن تكونا متشابهين في هذا المجال، المهم أن يكون بينكما شيء من التكامل في حل المشاكل بطريقة جيدة، لأن حل النزاعات في علاقتكما يساعد على فهم كل منكما للآخر بشكل أفضل. سابعاً، لتكن لديكما المقاربات المتشابهة في المعتقد الروحي. لا تخشي أبداً من الدخول في نقاش الأفكار الروحية مع شريكك المختار. هذا الأمر يجب أن يكون واضحاً بالنسبة لك، لذا تحدثي بصراحة عن تأثير الاختلاف إن وجد على الأطفال مستقبلاً، وحاول البحث عن الأرضية المشتركة في القيم والمعتقدات بينك وبينه. ثامناً، قد تكون طريقة إدارة الأموال أكبر مصدر للمشكلات في الحياة الزوجية، لذا ناقشي مع من تختارين كيفية مقاربته لمنظور الاقتصاد المنزلي وإدارة الأموال وشؤونها، وحاولي إيجاد الرجل الذي يحمل نفس القيم المالية التي تمتلكينها، أو إيجاد مقاربة مقبولة بينكما. تاسعاً، ليكن الرجل الذي تختارينه مشاركاً لك الرؤية في مجال العلاقات مع أسرته وأسرتك، فالبعض لا يريد إلا القليل من العلاقة مع الأقارب، بينما يفضل الآخرون الكثير من الوقت معهم. على الأقل ليكن شعور القبول والودية هو السائد بينك وبين أسرته
وبينه وبين أسرتك. عاشراً، تأكدي من عاطفة من تختارين، حيث إنك لا يجب أن تطلب الاهتمام مثلاً، ولا ينبغي أن تشعري بأنك آخر من يهتم لأمرهم. يجب أن تشعري معه بأنك تحظين بالاهتمام الذي تحتاجين إليه. 11. انتبهي إلى موضوع علاقاته مع أصدقائه وأسرته. ليكن لديه أصدقاء طفولة وعلاقات طويلة الأمد، وراقب الطريقة التي يتعامل بها معهم في حالة الصراعات أو الحاجة. إن كثرت خلافاته فاستفسري عن السبب وراء ذلك. هذا مقياس جيد وإنذار بالنسبة لك لمعرفة طباعه وإن كانت تناسبك أم لا. 12. كوني مستعدة لرؤية قابليته للتغير وقدرتك أيضا على ذلك، وليكن معلوما لك أنه خلال 10 سنين القادمة ستطرأ الكثير من التغيرات في حياتكما، فهل أنتما قادران على التجدد والتعامل مع المتغيرات سويا؟ لاحظي كيف يستجيب للمتغيرات في حياته وفكري إن كان ذلك مناسبا لك أم لا. 13. تحملي مسؤولية اختياراتك ومسؤوليتك في إنجاح أو إفشال العلاقة. يجب عليك النظر بعينين، الأولى على الشريك والثانية عليك، فأنت وحدك المسؤولة عن العلاقة التي ترغبين بها، ولا أحد ولا حتى هو يقع على عاتقه خطأ اختيارك الشخصي. 14. اعلمي من البداية أنك لن تتزوجي رجلا مثاليا كاملا تاما كما تحبين، لذا تعرفي على عيوبه وحكمي نفسك إن كنت تستطيعين تقبل هذه العيوب. فقد لا يعجبك بأحد خصاله، لكن هل يمكنك التعايش مع هذه الصفة الغير محبوبة فيه؟ ما عليك سوى تقبل أنه سيكون هناك الكثير من الأشياء التي لا توافقين عليها، لذا استعدي نفسيا لهذا الأمر. 15. كوني في النهاية عقلانية بقدر ما تستطيعين مع الشخص الذي تحبين. حاولي أن تجردي نفسك للحظات من مشاعرك، ولتفكري بكل موضوعية بما وصلتما إليه من العلاقة. لا تتوقعي أنك بحبك فقط تستطيعين تغيير العادات السيئة فيه والتي لا تستطيعين التعايش معها، لذا كوني حذرة. اكتب لنا في التعليقات رأيك بما شاهدت للتو، ولا تنسى دعمنا بتسجيل الإعجاب ومشاركة الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كما لا يفوتك الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لمتابعة فيديوهاتنا القادمة فور نشرها. أما إذا أردت مشاهدة المزيد فاختر واحدا من الفيديوهات المقترحة التي تظهر على الشاشة أمامك الآن.